تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. مرتضى منصور طالع يصرخ ويصوت ويقول انا مش هلعب مباراتي امام النادي الاهلي، وبيعلن انسحابه من الدوري عشان خاطر النادي الاهلي. طبعا ده خوف، وده يعني نوع من انواع الرعب والزلزله تحت اقدام مرتضى منصور. نفس الامر بيتكرر من الموسم الماضي، بعد ما النادي الاهلي خسر امام نادي الزمالك في ماتش السوبر المصري، لما لعبنا وشيكابالا عمل الحركه الشهيره ايام الجنايني، بيتكرر الامر مجددا امام النادي الاهلي لما بعت الاتوبيس في العيال الصغيره وقال لك انا مش لاعب وانا مش عارف ايه، وخاف واترعب وقال لك يعني يعني قال لك يعني الحجه بتاعته كانت ايه؟ كانت ان اللعيبه مرهقه، اللعيبه جايه من سفر، في مشاحنات، النادي الاهلي فيه مشاحنات قبل كده في الماتش، العيال هيموتوا بعض، العيال هيقطعوا بعض. دلوقتي الحجه بتاعته ان لازم النادي الاهلي يلعب ماتشاته، ولازم النادي الاهلي يلعب المؤجلات بتاعته عشان يبقى فيه تكافؤ فرص، والنادي الزمالك يبقى لعب مبارياته ونادي الاهلي لعب مبارياته. كل ده حلو وجميل، لكن اللفظ الخارجي اللي قاله لا، ده يعاقب عليه القانون. اللفظ اللي قاله مرتضى منصور لا، ده لازم يتحاسب عليه، اصل ده مش شخص عادي، ده رئيس نادي ورئيس نادي الزمالك، وصيف النادي الاهلي في كل البطولات. يعني مرتضى منصور لما يطلع يتكلم كلمة محسوبة عليه. فين الدولة من اللفظ اللي قاله؟ صحيح هو ما كانش بيشتم شخص معين، ولكن كان بيشتم، هتشوفوا مين كان بيشتم مين في الفيديو. في ناس اكيد شافت الفيديو وفي ناس اكيد ما شافتوش. احنا هنطلع ونسمع ونشوف مرتضى منصور وهو بيشتم، وكمان وهو بيعلن انسحابه من الدوري عشان خايف من مواجهة النادي الاهلي. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف مرتضى قال ايه. بس ما تنساش عزيزي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو. لو اول مره تشوفني، اول مره تخش قناتي، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد بينزل على قناه الاهلاويه على اليوتيوب. اخواتي الاهلاويه اللي مشتركين بالفعل في القناه، اتاكد ان انت مفعل زر الجرس ومختار كل الاشعارات. يلا نسمع ونشوف مرتضى قال ايه ونرجع مع بعض. يلا بينا. انا ورا الولاد مش زعلان منه، لانه انا هزعل منه ليه؟ انا زعلان من الجن ابن الوسخه. شكرا. انا ورا الولاد مش زعلان منه، لانه انا هزعل منه ليه؟ انا زعلان من الجن ابن الوسخه. شكرا. الاستاذ مرتضى منصور رئيس مجلس اداره نادي الزمالك، فقال في تصريحات النهارده للماتش انه الزمالك يدرس الانسحاب من الدوري اذا لم يخوض الأهلي مواجهاته المؤجلة ليتساوى الفريقان قبل أن يلتقيا. طيب بالنظر لجدول الدوري، فالأهلي والزمالك المفروض أن هي أول مباراة في الدوري بعد العودة من التوقف، ده رقم واحد، وبالتالي التهديد يبدو صعبا لأن القصة بعيدة شويتين. لكن هو بيرى الزمالك أنه رابطة الأندية غير منطقية في أن هي تواجه الفريقين المتنافسين قبل ما فريق منهم يكون تساوى مع الفريق الاخر في عدد اللقاءات. اما رابطه الانديه لما سالناها للرد على هذه التصريحات، فكانت اجابتها اننا ملتزمون بجدول الدوري والمسابقه طبقا لما اعلنا في وقت سابق. طيب نروح للاهلي. مرتضى منصور مشكلته مع الجن ابن زي ما حضراتكم مش سمعتوا، الجن ابن المش نظيفه بذمتكم، في رئيس نادي كبير او صغير او نادي مش موجود على الخريطة يطلع يتكلم الكلام ده في تصريح، ده في تصريح يعني قدام كاميرا، يعني ما بيقولش الكلام ده مع اصحابه على القهوة، ولا ما بيقولش الكلام ده في العربية بتاعته ولا في التليفون، لا ده فيديو صوت وصورة بيقول حديث صحفي. انا مش مشكلتي مع اللعيبة، اللعيبة كويسة، اللعيبة مش عارف ايه، اللعيبة تأدي لكن انا مشكلتي مع الجن ابن طب بذمتكم ده كلام يتقال؟ ده حاجه تخرج من رئيس نادي وتخرج للناس وللعلن؟ طبعا اللي هيطلع يقول لك ده مسرب ولا مفبرك ولا متصور من ظهري، لا ده حركه الشفايف باينه وكلامك يا استاذ مرتضى وانت بتقول شكرا كمان، ده حتى بتقول للراجل اللي بيصورك او الصحفي اللي بيصورك شكرا، شكرا عليه، شكرا ان انت بتشتم، شكرا عليه، شكرا ان انت بتصدر الوهم لجماهيرك ان الزمالك لو اتغلب يبقى الجن والعفاريت والسحر، لو فاز يبقى انت وعيالك السبب في الفوز. بس
انتهت القصة. بس انت طول ما انت لاقي جماهير منساقة وراك في الغلط قبل الصح، لانك انت ما بتقولش حاجة صح، فقول قول ما شئت، اشتم، ادفع لهم الجزمة، قول لهم ان انتوا نحس، قول اللي انت عايزه. طول ما انت بتلاقي ناس هزاز رؤوس ومرتزقة بتدافع عنك، يعني لو انت مثلا واحد شفته بيعمل حاجة غلط قلت له على فكرة دي الحاجة دي غلط مرة واتنين وتلاتة وعشرة، هيرتجع. انما انت بتسقف له على الغلط وبتشجعه على الغلط وبتشجعه على الاسفاف وعلى الشتايم، هيكرر مرة واتنين وتلاتة وعشرة. هو بيحب كده، هو لسانه اخد على كده، يقول لك انا علاقتي حلوة بربنا، انا في عمار بيني ما بين ربنا. هو ربنا يبقى في بينه ما بين واحد عمار، بيتلفظ بالالفاظ اللي حضراتكم سمعتوها دي، بيشتم بالالفاظ اللي انتوا سمعتوها دي. طب لو في طفل صغير سمعك يا مرتضى، والطفل ده واخدك قدوة، مش هيقلدك وهيقلد الكلام اللي انت بتقوله؟ هات كل ده على جنب، هو رئيس نادي وبيتكلم عن نادي وبيشتم الجن والعفاريت، الجن والعفاريت تتصرف معاه. تعالوا بقى للشق اللي يخصنا الخاص بالتأجيل بتاع المباراة بتاعة القمة، وخوفه ورعبه من النادي الأهلي. ما هو عارف النادي الأهلي، فاكرين الفيديو اللي من 4 أيام بالظبط قبل البطولة لما قلت لكم النادي الأهلي لو أخد البطولة هيلاعب نادي الزمالك بشخصية البطل، بشخصية البطل، لما هيبقى فايز على الوداد. لو لا قدر الله، انا قلت الكلام ده، لو لا قدر الله النادي الاهلي خسر، هيجي يقابل نادي الزمالك بشخصيه الاسد الجريح اللي هيلتهم اي فريسه امامه لمصالحه جماهير النادي الاهلي. ومفيش احلى من مصالحه ان هو يفوز على الزمالك الغريم التقليدي بتاعه، واللي اعلامه بيطلع يهبها بيهبها في السوشيال ميديا او في القنوات الرياضيه. فهو خايف من كده، مش هيلاقي له حجه بقى يقول لك ايه، يقول لك لا ده انا النادي الاهلي لازم ارهقه والعبه 4 مباريات بتوع المؤجلين، على الرغم ان مساحه جدول الدوري لا تتسع. هتقول لك تكافؤ الفرص، ومش تكافؤ الفرص، ما هو يا ابني يا حبيبي هو كان النادي الاهلي في البطوله، الاتحاد المصري لكره القدم قرر ان هو هيأجل مباريات للفرق المشاركه سواء النادي الاهلي او النادي المصري او النادي بيراميدز من خلال دور الثمانية. نادي الزمالك ما راحش دور الثمانية، خرج من دور الستاشر، فما تأجلوش ماتشات. هل انت كنت هتقدر تقول الكلام ده لو بتلعب بيراميدز؟ لو انت رايح تلعب بيراميدز هتقول انا ماتشاتي مش ماتشاتي وبيراميدز يلعب مؤجلاته؟ هتقول المصري يلعب مؤجلاته؟ مستحيل. لكن انت مرعوب من النادي الاهلي، مرعوب من النادي الاهلي، عشان عارف النادي الاهلي هيدوس على وشك، هيدوس على وشك، وهيعمل احلى نتائج عليك، وهيعمل احلى اداء عليك. اي مباراه للنادي الاهلي بيبقى خاسر بطوله بيبقى زي الاسد الجريح اللي عايز يسقر لكرامته. فمرتضى منصور خايف، خايف ومرعوب من النادي الاهلي، وعارف ان النادي الاهلي هيمسح الارض بنادي الزمالك، فيقول لك ايه؟ يقول لك انا انسحب، انا ما كملش، لان النادي الاهلي يلعب مبارياته. والمصيبه الكبرى ان اتحاد الكوره بينبطح وبيسمع كلام مرتضى. مرتضى قال إيه؟ انا مش هلعب الكاس الجديد الا لما الكاس القديم يتلعب، وحق عملوا له اللي هو قاله، بقينا بنلعب الكاس القديم والكاس الجديد، وده ماشي مش مشكله، ولكن ان انت تفرض رايك على اتحاد الكوره انا مش هلعب علشان نادي الزمالك متاخر متقدم ب4 مباريات والنادي الاهلي يلعب ال4 مباريات، لا، اصل اتحاد الكوره ده مش شغال عندك، وفي مساحه زمنيه للمباريات. هتاجل المباراه بتاعت نادي الزمالك شهر تتلعب بعد شهر، لا، هو ميعادها دلوقتي، انت تلعب حسب الترتيب الواقع. ما قلتش الكلام ده ليه قبل ما يعني وقت التاجيل بالظبط، او وقت ما النادي الاهلي قبل ما يروح بطوله افريقيا، او قبل ما الزمالك يخرج من دور ال16، ما قلتش الكلام ده، طالع تقول الكلام ده دلوقتي علشان تعمل زوبعه وتعمل هليله. وطبعا كل الاعلاميين المرتزقه وراك، اذا كان خالد فطوطه ولا احمد جمالات ولا الشرقاوي ولا العالم دي، كله هيطلع يعبط وراك ويسقف لك على اللي انت بتقوله. لكن محدش يقول يعني احنا انتقدنا النادي الاهلي وقلنا البطل يلعب في اي مكان وتحت اي ظروف، انت بقى خايف من ايه؟ قلت استاد القاهره كله عفاريت ومش كله عفاريت ومش عارف ايه، لعبت في استاد القاهره
وولاد العم فوت لك كالمعتاد. طالع دلوقتي تقول انا مش هلعب مؤجلاتي غير لما النادي الاهلي يلعب؟ مالكش دعوه بالنادي الاهلي، انت العب، العب وفوز على النادي الاهلي. مش انت راجل ذكر وراجل قوي وراجل اصغر مؤلف قانون في الدنيا واحسن رئيس نادي وبتعمل حمامات سباحه ودورات مياه؟ العب وفوز. خايف من ايه؟ ايه اللي خلاك مرعوش وبتعلم بالانسحابك من الدوري؟ انسحب، انسحب من المباراه زي ما هيطبق عليك اللائحه بخصم نقط، اربع نقط ثلاث نقط او ست نقط، هيبقى نفس الامر عليك. لو انت جدع انسحب، انسحب وقول انا مش هكمل. يا ريت توفر على النادي الاهلي وجع دماغ. على الاقل لما نغلبك هتنسمع صياح للصبح، تعلق على الحكم وتعلق على العفاريت وتعلق على مش عارف ايه، مش هتسيب حاجه لما تعلق عليها. بس انا بقول للدوله، هل يصح ان رئيس نادي بحجم نادي الزمالك يبقى رئيسه يشتم الشتيمه اللي حضراتكم سمعتوها في اول الفيديو ده ويطلع الكلام ده للمشاعر وللعلن؟ اين الحساب؟ اين المحاسبه؟ دي نقطه. النقطه الثانيه، هو بيتدخل ليه في قرارات اتحاد الكوره؟ كان يقول لفلان اديني حق، اديني الحكم الفلاني، عيني الحكم العلاني. خلاص دلوقتي ما جمال علام صبي من صبيان هنا بريده، ولكن يعني للصبر حدود، وطفح الكلمه من طلواتك. بقول قول لمرتضى منصور العب وفوز. مش انت راجل تمام وراجل ما بتخافش؟ خلاص العب وفوز تحت اي ظرف من الظروف. مش انت بتعلن ان لعبتك رجاله؟ لا خلاص ماشي، فين؟ خليهم يثبتوا ان هم رجاله ويفوز على النادي الاهلي. لو عارف يفوز على النادي الاهلي، النادي الاهلي زي الاسد الجريح جاي هيلتهم كل من يجده في الطريق. انتهى الفيديو بتاعنا. ما تنساش عزيزي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو. لو اول مره تشوفني، اول مره تخش قناتي، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد بينزل على قناتنا، قناه الاهلاويه على اليوتيوب. اخواتي الاهلاويه مشتركين بالفعل في القناه، اتاكد مره واثنين وثلاثه وعشره ان انت مفعل زر اختيار الاشعارات ومفعل زر اختيار كل الاشعارات، يعني دوس على الجرس وتاكد ان انت مختار كل الاشعارات، اهم حاجه علشان يوصلك اي فيديو بينزل على قناتنا وما يفوتكش اي حدث احنا بنتكلم فيه. بشكركم شكرا جزيلا. كان معكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.